وسهلا بكم طلابي طلاب الصف الثامن. في هذا الفيديو سوف نقدم تعريفا لمادة اللغة والأدب السنة الثالثة. سنقوم بالتعريف بمادة اللغة والأدب التي تشمل محتوى كتيب اللغة والأدب، ثم السياقات العالمية الخاصة بكل وحدة وموضوع كل وحدة ومحتوى وحدات الكتاب بالتفصيل. الوحدة الأولى عزيزي الطالب بعنوان حول دائرة مستديرة. تشمل هذه الوحدة كتيب اللغة والأدب بما يحويه بداية من فن المناظرة كمادة نظرية. سوف نتعرض إلى أنواع فن المناظرة وعناصر الفن وأسس كتابة الفن بطريقة سليمة. من هذه الأنواع التي سنتعرض لها حوار بين السيف والقلم، وحوار بين الجهل والعلم، وحوار بين العالم والشاعر. أما بالنسبة لكتاب اللغة العربية، سنتناول من رواد الفضاء وأردن أرض العزم. والمهارات اللغوية التي ستقاس خلال هذه الوحدة الفعل الماضي والجملة الفعلية والفعل المضارع. كذلك سنعرض عدداً من المقاطع المرئية كبرنامج الاتجاه المعاكس وقصيدة أردن أرض العزم. هذه الوحدة على المفاهيم الأساسية والرئيسة كالمفهوم الرئيس المنظور، فالمنظور أي أن يعبر كل شخص عن وجهة نظره الخاصة به، وهذا سيطبق في فن المناظرة، لأن الطالب في فن المناظرة يعبر عن فكرة مطروحة ويعكس وجهة النظر الخاصة به بالاستعانة بالحجج والبراهين والأدلة، وهكذا سيطبق السياق العالمي، التعبير الشخصي والثقافي، فأنت كطالب سوف تعبر عن الثقافة الخاصة بك وعن معتقداتك الشخصية. للوحدة الثانية بعنوان في قصص الشعوب، سوف نتناول كذلك كتيب اللغة والأدب ومنه فن القصة كمادة نظرية، لنتعرف إلى أنواع القصص وتقنياتها وطرق التحليل الخاصة بالقصة. سوف نتعرض لنماذج قصصية متنوعة، وكذلك من كتاب اللغة العربية سوف نتعرض لقصيدة فلسطين وقصيدة موطني وصاحب القرار، كل ذلك ضمن المفهوم الرئيس الإبداع والسياق العالمي الاتجاه من حيث الزمان والمكان. كذلك عدة مهارات لغوية كالفعل الأمر والفاعل، وسنقوم بمراجعة الأفعال. أما المقاطع المرئية التي ستعرض لك من مسلسل مرايا الرهان وابن الملك وأصحابه. بالوحدة الثالثة الجذور الخضراء رواية كوخ العمتوم، سوف ندرس كتيب اللغة والأدب ومنه فن الرواية. ستكون هناك عبارة عن مادة نظرية لفن الرواية، سنعرف بالفن، نتعرف إلى أنواع الرواية، ثم بعد ذلك سوف نبدأ بالتحليل الأدبي لرواية كوخ العمتوم بما يناسب المفهوم الرئيس الروابط القائم على الروابط والعلاقات والسياق العالمي الهويات والعلاقات. اللغة العربية درس المستشفيات عند العرب. فيما يتعلق بالمهارات اللغوية سندرس المفعول به والفعل المعتل. أما المقاطع المرئية التي سوف تتعرض لها خواطر أرض العنصرية والرخوة، ملخص كوخ العمتوم، وصور نادرة للعنصرية ضد السود في أمريكا في الستينيات، وحقائق عن العبودية في أمريكا، وذلك لأن الوحدة الخاصة بنا ترتبط بفكرة العبودية والعنصرية في رواية كوخ العمتوم. عزيزي الطالب للوحدة الرابعة بعنوان نحن والعالم من كتيب اللغة والأدب،
بداية سوف نتعرف إلى فن الإعلام. سوف ندرس بعض المواد النظرية حول فن الإعلام ضمن المفهوم الرئيس الخاص بالوحدة التواصل. سوف نتعرف إلى أسس المقابلات الصحفية وكتابة التقرير والخبر والمقال الصحفي، ونتعرض لمقابلة لأحمد الشقيري. نتعرف أيضاً إلى أسس كتابة التقرير الصحفي وكيفية جمع المعلومات وإعداد مجلة ثقافية وتحليل مقالات وأخبار من صحف يومية والتعرض لمدونة إلكترونية حول قضايا معاصرة ومحلية وعالمية، وكل ذلك ضمن السياق العالمي المرتبط بالعالم المحيط بنا، العولمة والاستدامة. باللغة العربية سنتعرض لقصيدة في مدخل الحمراء. أما عن المهارات اللغوية فالجملة الإسمية والأسماء الخمسة والأعداد المركبة والمفعول المطلق، وسوف نشاهد بعضاً من المقاطع المرئية حول الإعلام والتفريق بين الخبر والتقرير والمقال الصحفي، أو مقابلة لزهي وهبة الشاعر تميم البرغوثي، كذلك نشرات إخبارية ومقابلة مع أحمد الشقيري وتقرير عن عمالة الأطفال ونص استماع بعنوان الذكاء. وفي نهاية المطاف عزيزي الطالب، قدمت لك خلال هذا المقطع ملخصاً عاماً بمادة اللغة والأدب للسنة الثالثة الخاص بالصف الثامن. طاب نهارك بكل أمل وحب وخير.